مشاهدينا نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، ومن حول العالم اخترنا لكم الأخبار الخفيفة والطريفة والغريبة. وفي جولتنا لهذا الأسبوع ابدأ صباحك بكوب قهوة ولكن من إعداد رجل آلي. وأيضا هل سنتخلى عن عامل التوصيل بمقابل وجود الروبوتات الآلية؟ ومن الهند والزراعة الشمسية ولكن في مكان مختلف عن العادة. كل هذا والمزيد في رحلتنا حول العالم لهذا الأسبوع، خلكم معنا. ونبدأ جولتنا مع الذراع الآلية من اليابان، حيث استطاعت شركة الروبوتات الأمريكية رثنك لتصنيع الروبوتات بأن تصنع ذراعاً آلية تخدم المقهى الذي وضعت فيه. الذراع الآلية التي أطلقت عليها الشركة اسم سوير تستقبل الزبون بابتسامة لطيفة، وعندما يختار الزبون نوعية القهوة التي يريدها عن طريق الجهاز اللوحي تبدأ الذراع الآلية بالعمل على تحضيرها. ويرى صاحب المقهى أن توظيف هذه الذراع بإمكانها أن تخفض قيمة التكلفة المادية، فهي تعمل لوقت أطول وبتكلفة مادية بسيطة. وما زلنا في عالم الروبوتات، ومن إيطاليا فقد تمكنت شركة ميلانو من إنتاج روبوت آلي لتوصيل الطلبات إلى المنازل. وبفضل هذا الروبوت يمكن الآن لزبائن التيك آوت في إيطاليا أن تصلهم الطلبات حتى عتبات بيوتهم. مؤسسة ميلانو لتطوير الروبوتات بدأت بتجربة هذا الروبوت على أرض الواقع لتجهيز انطلاقه في الأسواق عام 2019. الجدير بالذكر أعزائنا المشاهدين أن الروبوت صديق للبيئة، ويستطيع العمل لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً، ودقة عالية في توصيل واستلام البضائع. ونحلق معاً أعزائنا المشاهدين إلى مطار كوتشي في الهند. ربما اعتاد المسافرون بالذهاب إلى السوق الحرة في المطارات العالمية لشراء الاحتياجات قبل الصعود إلى الطائرة، ولكن الأمر مختلف هنا في الهند. ففي مطار كوتشي بدأت الزراعة الشمسية بمحيط المطار، مما يسمح للمسافرين الذهاب إلى سوق الخضار في المطار لشراء الخضار العضوية والتي زرعت بطريقة غريبة نوعاً ما. فبالاستفادة من ماء تنظيف الألواح الشمسية استخدم المزارعون هذا الماء لري الأعشاب والأشجار لتكون ذات ناتج زراعي طبيعي. هل سمعت عزيزي المشاهد بجيش الطين من قبل؟ نعم، فمن الحضارة الصينية القديمة أقامت المدينة البريطانية ليفربول معرض جلب العديد من التماثيل الصينية،
والتي دفنت في قبر تشين تشي هوانغ الإمبراطور الصيني الذي حكم الصين من 210 إلى 259 قبل الميلاد. وبنى الإمبراطور لنفسه مقبرة عظيمة حوت 8000 تمثال من الصلصال لجنود وخيول وعربات حربية بالحجم الطبيعي، باعتقاده بأن دفن هذه التماثيل تمثل حماية له في الحياة الأخرى. وكان اكتشاف هذه المقبرة عام 1974 حدثاً أذهل العالم خصوصاً علماء الآثار. لا يختلف اثنان على أهمية النوم، والذي قد يتحول إلى كابوس مزعج لمن يتقاسم معنى حياتنا بسبب الشخير. لكن ماذا عن الشخص الذي يشخر بنفسه؟ فهل تعلم عزيزي المشاهد أنه رغم إدراك الأذن للضجيج الصادر عن الشخص الذي يشخر، غير أن الدماغ لا يصنفه كإشارة تهديد أو إزعاج، ويسمح بالتالي للشخص الذي يشخر بمواصلة النوم رغم تسببه في إزعاج الآخرين. وحسب الدراسات فإن حوالي 60% من الرجال يبدأون في الشخير ليلاً، في حين أشارت الدراسة إلى أن نسبة النساء اللاتي يشخرن تصل إلى 41%، منهن 20% بصوت مرتفع. ويمكن أن تؤدي مجموعة من الأسباب إلى الشخير أثناء الليل، مثل التعرض لنزلة برد أو الحساسية. جولتنا حول العالم مستمرة وتتابعون فيها أيضاً. رجل هندي يمشي إلى الوراء منذ 27 عاماً، يا ترى ما هي الأسباب؟ ومعرض فني لمحبي القصص الخرافية في السويد. وسنتوجه أيضاً إلى باكستان للتعرف على عرض للحيوانات الأليفة. ونتابع أيضاً شخصية هذا الأسبوع جورج وايا، الطفل الفقير من عرش الكرة إلى عرش الرئاسة. ربما وكما يقال للجنون فنون، ولكن هناك رجلاً هندياً حطم مرحلة الجنون بالمشي للخلف منذ 27 عاماً. فعلى مدى تلك السنوات قام رجل يدعى ماني مانيتام بالمشي للخلف في محاولة غريبة لتحقيق السلام. ماني بدأ بالمشي بهذه الطريقة الغريبة منذ عام 1989 عندما عرفت بلاده الهند سلسلة من أحداث العنف، والآن يقول بأنه لا يستطيع المشي مستقيماً للأمام لأنه اعتاد المشي للخلف. ماني تام يقيم في ولاية أكراهام ويعمل في مجال بيع الهواتف، وقال بأنه حطم جميع الأرقام القياسية بالمشي إلى الوراء، وكل ذلك في محاولة منه لتحقيق السلم العالمي. الجدير بالذكر بأن ماني مصر على طريقة المشي بهذه الغرابة حتى يحل السلام في يوم ما. وإلى السويد مع الخيال العلمي، فقد أقامت جمعية لعشاق القصص الخرافية معرض يتضمن على عروضاً مسرحية تتضمن توعية البشر بحضارة الفضاء الخارجي. العروض المسرحية بدأت على مسرح مدينة ستوكهولم، وتأتي هذه العروض ضمن الترويج للسياحة على كوكب كرونوس. وقد شملت المسرحية على التعريف بهذه الحضارة وعاداتهم وتقاليدهم. ويبدو أن رواد هذه المعارض هم ممن يؤمنون بالحياة في الفضاء الخارجي. Many of you may not know of the Klingon passion for opera and how it has fueled the imagination and warmed the hearts of many Klingons. We will give you a sample of the Klingon classic Tosca. Mochbech parmakmat Piuenite pra Mektavis non borchatik du Hiwis tutku Mochbech parmakmat Piuenite pra
Chartik du. Yes. الحيوان الأليف رفيق مسلٍ وصديق مخلص، تميزه صفات نادرة أبرزها الصدق في التعبير والعرفان بالجميل. ففي باكستان أقام معرض خاص لعرض تلك الحيوانات الأليفة، فقد حضر أهالي منطقة كراتشي لمكان الحفل لعرض حيواناتهم الأليفة بين الكلاب والقطط والطيور. وتضمن المعرض أيضاً حضور لمربي الحيوانات المفترسة التي أصبحت أليفة بفضل تربيتها منذ الصغر كأشبال الأسود وغيرها. Audience, is that a horse or a pony? Looks like a horse to me. A beautiful white horse. Could we bring that up to the stage? Horse in the audience, is that a horse or a pony? أما شخصية هذا الأسبوع، سنتعرف على جورج وايا، الطفل الفقير من عرش الكرة إلى عرش الرئاسة، والأفريقي الوحيد الفائز بأفضل لاعب في العالم. أسطورة كرة القدم الليبيرية ونادي إي سي ميلان الإيطالي، وأول لاعب أفريقي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، أسطورة أساطير أفريقيا جورج وايا، اللاعب الذي تربى على عرش السياسة في ليبيريا بعدما كسب معركته السياسية التي كان قد خسرها في الانتخابات الرئاسية سابقاً، ليصبح نجم الكرة العالمي، أول رئيس دولة في العالم يأتي من خلفية رياضية. ولد جورج وايا في الأول من أكتوبر عام 1966، وبدأ في ممارسة كرة القدم مع نادي يونغ سيرفايفرز عام 1981. فاز اللاعب الأفريقي جورج وايا بانتخابات الرئاسة في ليبيريا بعد تغلبه على منافسه في الانتخابات جوزيف يواكي، حيث تفوق عليه في 13 ولاية مقابل فوز منافسه في ولايتين فقط، بعد تنازل رئيسة البلاد إيلين جونسون عن الحكم الذي تحكم ليبيريا منذ 12 عاماً. وتم الإعلان رسمياً عن فوز وايا نجم ميلان الإيطالي السابق بالانتخابات الرئيسية في ليبيريا ليصبح رئيساً للبلاد بداية من عام 2016، ويكون الرئيس رقم 25 في تاريخ الدولة الأفريقية. من المعروف أن الغراب هو أذكى طائر على الكرة الأرضية، ولكن الذي لا يعرفه الكثير أنه بالإمكان تدريبها على التحدث، فقد استطاعت هذه الفتاة بأن تجعل الطائر يردد بعض الكلمات التي تقولها من أجل حصوله على الطعام. في فقرة سوشيال ميديا لهذا الأسبوع اخترنا لكم هذا المقطع الجميل لنتابع. The ravens are excellent at mimicking sounds they hear. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. He does all sorts of voices. Can you say hi? Hi. Good job. And sometimes he hears people who have a cold. Good job, Mischief. Can you say hello? No. Hello. He's all excited. Bah. Hi. Hi. Good boy. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi. This isn't working out, Daniel. Good bird. مشاهدينا، بإمكانكم مشاركتنا بمقاطع فيديو خاصة بكم تصفون فيها جولتكم في أي دولة حول العالم. ما عليكم إلا تصورون مقطع الفيديو مدته دقيقة واحدة مع ذكر اسم البرنامج وتصوير البلد اللي أنتم متواجدين فيها حول العالم، وشاركونا بأهم وأغرب المعالم والأماكن اللي زرتوها وإرسالها على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. بنختم جولتنا بالتعرف على أهم الأحداث العالمية التي حدثت في مثل هذا الأسبوع.
في الرابع من فبراير من 2004 الانطلاقة الأولى لشبكة فيسبوك العملاقة، حيث دشن الطالب مارك زوكربيرغ مع زميله في جامعة هارفارد الطالب إدوارد سافر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يعتبر اليوم من أضخم عمالقة الإنترنت في العالم. في الخامس من فبراير من عام 1974 مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر بنجاح بمهمة استغرقت 9 أيام وساعة و58 دقيقة. في السادس من فبراير من عام 1974 الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة، وهي الملكة الدستورية ل 16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي ترأسها. في السابع من فبراير من عام 1965 الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي. في الثامن من فبراير من عام 1985 إطلاق القمر الصناعي العربي عربسات إلى الفضاء. بهذا نكون وصلنا وإياكم لمحطتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في جولة جديدة حول العالم. إلى اللقاء.